فما تساؤل بالنسبة للاتجاه اللي خذته اللجنة. احنا قبل صوتنا على فصل نمرو 22 اللي هو المحتوى متاعه هو المواطنين متساوين في الحقوق وفي الواجبات وما فماش اي شكل من التمييز بين المواطنين. معناها مشينا في فكرة متاع المساواة بين المرأة والرجل وكان اجماع بالنسبة للمبدأ هذايا، وكذلك فما فصل بالنسبة للأسرة اللي معناها صوتنا عليه وزاد بأغلبية محترمة. قال البارح كنا باش نحكيو بالنسبة للمرأة خاصة، تفاجأت ان الحوار رجع معناها بالنسبة للمساواة والتساؤل بالنسبة للمساواة بين المرأة والرجل، وللأسف معناها فما كتلة النهضة النايبين اللي يمثلوا النهضة وبعض نواب أخرين مشاو في اقتراح اللي أنا نراه مخطر على خاطر قابل للتأويل. المقترح هذايا شنو يقول؟ اللي الدولة تحمي حقوق المرأة والمكتسبات متاعها، أما باعتبارها شريك لرجل في التنمية متاع الوطن، وكمعناها عندها دور تكميلي ليه في الأسرة. وهذه ما هيش رؤيتنا احنا بالنسبة للحزب التكتل، اللي معناها ندعموا احنا المكتسبات متاع المرأة ونحبوا نطوروها، واحنا عنا رؤية معناها بالنسبة للمجتمع حداثي متقدم متفتح وديما متمسك بالهوية متاعه العربية الإسلامية، اللي هذه هي الحاجات اللي احنا نأكدوا عليهم. ومشينا في فصل بالنسبة لينا والنواب أخرين مقترح اللي كما قلت توا معناها يزيد يدعم الحقوق المكتسبة نتاع المرأة وإن شاء الله قابلة للتطوير. للأسف المقترح بتاعنا ما خداش الأغلبية.